شرارة الغضب في الجامعات اليمنية تتسع، في حين تستمر سلطات الانقلاب بتجاهل مطالب نقابة هيئات التدريس في عدد من الجامعات الحكومية والتمادي في إجراءاتها التعسفية في وجه هذه المطالب. جامعة الحديدة بعد جامعة صنعاء تعلن تعليق العملية التعليمية على خلفية عدم صرف رواتب هيئة أعضاء التدريس في الجامعة، فيما من المتوقع أن تمتد تلك الإجراءات إلى عدد آخر من الجامعات الحكومية مع دخول الشهر الخامس دون رواتب. تتفاعل القضية بشكل تصاعدي منذ أشهر تحت لافتة المطالبة بصرف الرواتب ووقف تدخلات سلطة الميليشيا في عمل الجامعات وقراراتها. في جامعة صنعاء أعلنت نقابة هيئة التدريس الإضراب الشامل قبل أيام، ويشمل ذلك الإجراء إيقاف الامتحانات في جميع الكليات للفصل الأول من العام الدراسي، وهو ما لقي تجاوباً واسعاً في أوساط هيئة التدريس، ولكن إدارة الجامعة المعينة من قبل الميليشيا تسعى لإفشال هذا الإضراب، ولم تتوقف عند الدفع بالأساتذة الموالين للميليشيا بالبدء في الامتحانات، بل عمدت إلى فرض أسئلة امتحانات معدة من أشخاص غير أساتذة المواد المضربين، وهو ما عدته النقابة انتحالاً غير قانونياً بحسب بيان صادر عنها. في جامعة الحديدة والتي كانت قد بدأت فيها الامتحانات قبل قرار الإضراب، أعلنت هيئة التدريس إيقاف عملية تصحيح الدفاتر وتسليم النتائج حتى رضوخ إدارة الجامعة لمطالب النقابة، وهو ما يبدو مستبعدا في الوقت الراهن مع لجوء إدارة الجامعة إلى الحلول التعسفية مستندة إلى سلاح الميليشيا وطريقتها في إدارة البلد.